يقول أو تقول السائلة: كيف أصلح نفسي وأصلح تفكيري وأبتعد عن التفكير بالمعاصي؟ أولا أنبه على أن الأفكار التي تأتي للإنسان، تفكير في المعاصي، الإنسان غير محاسب عليه وغير مطلوب منه أن يصنع لنفسه مشكلة من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثتها بها نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فما تحدثه الإنسان به نفسه من معاصي أو ذنوب أو أخطاء أو هذه غير محاسب عليها. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذا هم الإنسان أن يفعل المعصية ولكنه لم يفعلها خوفا من الله تكتب له حسنة. فهذه الأفكار التي لا يتبعها الإنسان بعمل أو قول لا يحاسب عليها، فحتى لا يقع، لأن بعض الناس عندهم وسواس وعندهم يعني عتاب شديد للنفس وتأنيب ضمير مبالغ فيه على أفكار تأتيهم رغما عنهم ولا يد لهم فيها، ويريدون أن تنصرف عنهم ولكن لا يجدون طريقا إلى ذلك. فنقول لهؤلاء: لابد أن ترخوا أعصابكم وأن تقنعوا أنفسكم بأنكم غير مؤاخذين بهذه الأفكار، فلا داعي لشد الأعصاب أو للقلق أو لطردها بقوة، لأن ذلك يتعب الإنسان. وينبغي للإنسان بعد ذلك أن يفكر في الخير، يعني يفكر في كيف يطور نفسه، يشغل نفسه بالخير، يشغل نفسه بالصلاة، بحفظ القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالأعمال، العمل في البيت، بالحديث النافع، بالاستماع إلى مادة معينة، بمتابعة شيء، بالقيام بأنشطة بدنية أو فكرية، بأي عمل نافع دنيوي أو أخروي يصرفه عن هذه الأشياء.